أو من غيره قدت تحرضها وقدت تفلدع. إذا كانت المرأة حامل ونزل الجنين قبل مضي 16 أو 9 شهور فالحكم حكم من وضعت في 16 أما أنه كانت تضع الجنين بعد 3 أشهر إلى 4 أشهر. نعم إذا كانت قد سقطت وشيء متخلق هيئة آدمي فحكمه حكم فتضع منها العدة تنقضي العدة بوضع طفل. أما إذا ولدت زلقجة هكذا حتى يوصله هذا ما يسماش وضع. الوضع الشرعي التي تنقض بها العدة إذا كان متخلق على صفة الآدمي ولو بصور صغيرة. هل حد حتى القذف من قذف امرأة ميتة أو يشترط الحياة في المقذوف لأنه يشترط الدعوة وهي بعد تعيش الميتة بعد تعيش لأنه حتى الآدمي فمن عفا وترك فلا أحد هو حد لله وللآدمي فلا بد فيه من الدعوة. فإذا جيت واحد بالقاضي وجاوب فلان بيقول لفلان هذا يعني فلان زاني أو فلان زاني ما جاء شيء طعام القاضي منه مثل ما في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى أن هذا الشخص الذي رموه أنه زنى بها لم يروى أنه طالب في الزنا بس بعد ما طالب شخص القاضي منه لا بد من الدعوة. إذا زنى الرجل ورمى زوجته ولا عد إذا أتى الرجل ورمى زوجته ولا عد ورفضت أن تلاعن زوجها هل يمكن أن ينسب الولد إلى جد أبوه فيكون أفضل وأبعد من الشبال لأنه سوف يقول الناس ولد فكان الزانية لا بد ما تجي إذا زنى بها إذا لاعنها فلا بد ما تحضر لتلاعن وإلا حبست. لكن قلت لكم أن ما بيقعش هذا الشيء. إذا مات الرجل وزوجته في بيت الجيرة هل يجب عليها أن تمكث 24؟ هذا الجواب قد قلت لكم إن كان أهل البيت راضي لها ولا تخشى على عرضها ولا على بالها ولا على دينها فتبقى وإلا فتنتقل للضرورة. ما رأيكم إذا طلق الرجل وهو غايب لمدة 5 شهور وكثر وأكثر هل عليها عدة المرأة التي طلقها وقد غاب على أكثر من 24 يعني تعتد من يوم ما وقع الطلاق يعرفوا أي حين وقع الطلاق فتعتد من يومه. الطلاق للمرأة من زوجها الغايب هل يكون من حين العلم بالطلاق أو لا من حين وقوع الطلاق؟ الصحيح الذي قرره الشوكاني في السيل الجرار أنه من حين وقوع الطلاق. فإذا جاء لها الخبر وقد مضى مدة كبيرة فنحسبها وإذا هي مدة أكبر فقد نقول لها قد مضت العدة هذه لأنها من حال الوقوع. وبعد فإنه يوجد أجهزة في عالم الحالي تبين الدم هل هو من دم أبيه أم لا فما حكم ذلك؟ الجواب لا عمل على المخابر هذا ولا على الاستكشاف ولا على التلفزيون ولا على الفيديو ولا على شيء. الشريعة على الظاهر والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال انظروا إليه فإن جاء على الصفاء الفلانية فهو لفلان وإن جاء على الصفاء الفلاني فهو لفلان. قال الراوي فوجدوه على الصفاء المكروهة أي صفته مثل صفات الرجل الذي قالوا أنه اتصل بها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بها بهذه الصفة وقال لولا الأيباد لكان لي ولها شاد أي لولا أنه قد سبق اللعاد أنني كنت سأرجمها لأنها زانية. فإذا كان النبي قد عمل هذا العمل فلا نعمل بالأجهزة. هناك عادات باللباس المعتد بأنها تلبس الأسود ثم بعد نصف العادات تغير الأسود فهل هذا صحيح؟ ما
بعض العبر بالعبر بالعرف، فإذا العرف عندها تلبس الأسود فتلبس الأسود مدة 24 و10، وإذا كانت العادة في هذه البلاد تلبس الأبيض مثل ما في بعض البلدان فتلبس الأبيض، واللي العادة في البلاد عندها تلبس بره نص البتة أسود ونص البتة أبيض فتعمل بالعادة. ما تسمى شرعت الغير الزوج 3 أيام، فهل تسمى الأبيض أو الزوج؟ تسمى الإحداد. البنت إذا مات أبوها أو مات ابنها أو غيره فتعتاد، لا تعتاد ولكن حد، والإحداد هو ترك ثياب الزينة مدة 3 أيام مثل ما عملته أم حبيب أم المؤمنين رضي الله عنها حينما مات أبوها أبو سفيان بن حرب، ولا تسمى حتى وعندما تسمى إحداد. ماشي ماشي ماشي، ما الفرق بين الفسخ والطلاق وما الأحكام المترتبة على كل واحد منهما؟ الفسخ هو الطلاق يكون بلفظ الطلاق، والفسخ يكون بلفظ الفسخ. فمن طلق زوجته طلقة واحدة ثم أراد أن يتزوج ما تبقى له طلقتين، وأما من فسخ القاضي امرأته ثم أراد أن يتزوج بها فليتزوج بها وتبقى له 3 طلقات، لأن الفسخ لا يحسب طلاق. ها؟ ايش يجب؟ ما هل يجوز؟ نعم يجوز يتزوج بها. ها؟ قالت زوجها غايب مدة 2 سنين في مضطرة، فسخنا العقد واعتدت، ما جاء الزوج ونقش الغايب، بمجرد ما جاء الغايب قال ايش يتزوج به؟ يتزوج به من جديد. قال كم عي طلقات؟ تقول 3 طلقات. لماذا؟ تقول لانك ما طلقت عشان البرهان، اذا ما فسخ هو بدك فسخ. هل العار طلق ام فسخ؟ فسخ فسخ فسخ. ثم هل لو اعترف بعد ان لعن انه كان اضرب العار، هل يجوز ان يرد عليه؟ او الذي يلحق بابي؟ نعم، قد سبق أن قلنا أنه فسخ، وسبق أن قلنا إذا كذب نفسه فترد إليه. ما معنى قول أم عطية شيبة بنت الحارث إلا ثوب عصب؟ يعني يجوز أن تلبسوا ما معنى ثوب عصب؟ قلت لكم ثوب العصب مثل ما المغموق الذي تلبسه نسوان صرعاء العجائز الكبار، المغموق الذي فوق وجهه هو أسود وأحمر وأبيض لأنه ثوب عصب، لأن السفاح في سوق المصباغة في سرعة القديمة شوفوا كيف يفعل، يجر الثوب هذا الأبيض وهو الشاش الأبيض الذي مثل هذا ويعصب الثنتر عصب، يعصب الثنتر عصب، وبعد يدخل بين الماء فيكون أسود، ثم بعد ذلك يعصبه عصب الثانية ويدخل بين الماء الأحمر في قع وصل الحبرة وصل السوداء وصل البيضة. فإذا قلنا له دلب هذا البقعة البيضاء يقول له عنده شاش على الأصل، دلب بقعة سوداء قال لأنني سبقت بأسود، هي الحبرة البقعة الحبرة قال لأنني عصبتم وإتبا بين سبقها أسود، لو ما وقعتي أسود وديها بقي على باو رجعت أسبغه سبق آخر الثرب. هذا جائز أن تلبس المرأة إذا حصلت الملاعنة، هل عليها أن تعتد ولو كان بعد وضع الجنين؟ إذا وضعت الجنين فكفى به عدة، وضع الجنين يكفي. قال بالنسبة للكفارة في الإيلة لم يذكرها بعض العلماء منهم ابن القيم، وقال عليه باب يعني يجامع في باب الإيلة إذا رجع قبل 4 أشهر إذا وكت لشهرين ثم ما دخل بها إلا بعد شهر فليس عليه يمين وليس عليه كفارة. فإذا عينها مدة 6 أشهر وقابلها الحاكم أن يردها بعد 4 أشهر ورجع عندها فعليه الكفارة. هل العقوبة في الدنيا تكفي؟
أو الحتى على الزاني يمنع منه العذاب في الآخرة إذا تاب فالحد تطهرة، الحد تطهرة للمسلم. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح بن الثالثة في قصة الإفك حينما كذفوا أم المؤمنين عائشة، في حين أنه لم يحط عبد الله بن أبي ريس المنافقي وهو الذي تولى كبره. لماذا؟ لأن الحتى تطهر ولا تطهر لكافر، لأن عبد الله بن أبي هو كافر ولكنه كان يظهر الإسلام، هو كافر ولكنه كان يظهر الإسلام. أجاء الذي يقول لي خرج الوقت، أين هو اليوم؟ قل لي خرج الوقت. ها؟ ها؟ هل خرج الوقت أو لا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما رأى رجلا ومعه امرأة المسبية حملة وقد ذهب وأخذ بيدها وذهب إلى محل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لعله يريد أن يلم بها؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة، لعنة تدخل معه قبره. هذه الكلمة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، دليل على التحريم الشديد، لأن اللعنة هذا بمعنى الطرد. يقال في اللغة العربية: فلان لعن فلان أي طرده، وفلان ملعون أي مطرود من رحمة الله. إذا قلت لعنة الله فكأنك بتقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطردك من رحمته. قال: أما المسبية فلما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصحه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في سبايا أوضاس أي في النساء التي سباهن الصحابة في غزوة أوضاس. وغزوة أوضاس هذه هي التي خارج مكة، واسم أوضاس وادي في ديار هوازن، في كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن. هذه هوازن شرقي المدينة شرقي مكة. لما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتح مكة خرج في شهر شوال بعد أن فتحها في رمضان مكة، وذهب إلى قبائل حوازن في محل اسمه أوضاس، وهو جزء من محل اسمه حنين. خرج ليقاتلهم فغزاهم فسبى بناتهم. ولا توضع حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضا. ولما أخرجه مسلم وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الرجل الذي أراد وضع امرأة حامل من السبيل لعنة تدخل معه قبره. وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وضع السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. السبايا جمع سبية، والسبية هي المأخوذة من بنات من نساء الكفار من دار الحرب في أيام الحرب، وهي الذي تسمى جارية أو تسمى أمه، لأن الناس يتوهموا أن الجارية هي التي تكون سودة أو العبد الذي يكون أسود، وليس كذلك. الجارية هي من أخذت من دار الحرب في أيام الحرب، سواء كانت رومية أو فارسية أو حبشية أو أي نوع من أنواع. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضع الحامل حتى تضع، ولا توضع الحائض حتى تستبرى بحيضة. وفي إسناده ضعف وانقطاع، لكن الحديث قد روي من طرق أخرى صحيحة، فالأحاديث الضعيفة لا يعمل بها إذا كانت مستقلة في الاحتجاج، أما إذا قد احتجنا في الباب بأحاديث صحيحة فالأحاديث الضعيفة مؤيد للأحاديث الصحيحة. وأخرج أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. وفي إسناده بقية وحجاج بن أرضى وهما مدلسان، لكن هذا الحديث إنما هو معيد للأحاديث الأولى، ومن جملتها الحديث الأول الذي أخرجه مسلم في الصحيح وغيره أن النبي قال: لا توضع حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض. فهذا الحديث صحيح أخرجه مسلم.
قال وهو يشمل المسبية وغيرها كالمشترى والموهوبة. وكذاك حديث رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسكي ماءه ولا غيره. أخرجوا أحمد والترمذي وأبو داود وابن أبي شيبة والطاربي والطبراني والبادي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه البزار وحسنه. وكما يتناول الحامل المشترى ونحو كذلك يتناول البدي يجوز حملها من الغير كائنا من كان، لأن العلة كونه يسكي ماءه ولد غيره. وأخرج الحاكم الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وقال لا تسقي ماءك زرع غيرك. هذا الذي يستشكله العواب أو الطلبة الصغار حينما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسقي ماءك زرع غيرك، يتوهم أن المراد بالزرع الحقيقي وأن المراد بالماء الماء القرح الذي يخرج من البئر، فيقول كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الشخص بأن لا يسقي مع غيره في حين أنه عمل معه خيرا. وأخرج البخاري عن ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو اعتقت فلتستبرى بحيضة ولا تستبرى العذراء، ويدل على استبراء المشترى التي يحامل أو التي يجوز حملها على الأدلة الواردة في المسبية، لأن العلة واحدة. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي نهى النبي فيها عن وضع البسبية أقسنا عليها المشترى، لأن الأصل هو الذي ورد النص فيه هي المرأة البسبية، والفرع هي المرأة المشترى أو الذي وهبت لشخص آخر، والعلة الجامعة بينهما أنه لا يريد الشرع أن يسقي بماء زرع غيره لاختلاط الأنساب، والحكم هو التحريم، الحكم هو التحريم. أيقول القائل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن وضع الجارية المشترى أو الموهوبة حتى تحيد أو حتى تضع حملها؟ هل ورد حديث صحيح حول الموضوع؟ نقول لم يرد، ولكنه بالقياس على البسبية. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن وضع الجارية المسبية، قد نهى عن وضع الجارية المسبية حتى تضع حبلها أو حتى تحيض أو حتى تستبرى، إذا كان قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في باب السبي فكذلك في باب الشراء، فمن اشترى جارية لا يحق له أن يضعها حتى تضع حبلها أو حتى تضيع حتى تنقع حتى تحيض حيض واحدة أو حتى تستبرى بالبتة. لماذا؟ لأجل لا يسقي ببائه زرع غير الفرد، فالعلة قد ظهرت. قال وأما العذراء والصغيرة فليست ممن يصدق عليه تلك العلة، وإن كان حمل العذراء البالغة ممكنا مع بقاء البكارة ولكنه في غاية الندرة فلا اعتبار به. قالوا قد يوجد في بعض الأحوال أن الإنسان يضع البكر ولا يفتض بكارتها، ولكن في نفس الوقت يمكن أن المني يتسرب إلى الرحم فتحمل في حين أنها لا تزال بكرا، لكن هذا قال العلماء هو نادر. وأما ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن ليقبض الخمس، فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل، ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، بل قال في بعض الروايات لا نصيب علي أفضل بالوصيفة، فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكرا جمعا بين الأدلة، وأنه قد كان بضالها وقت من وقت سبي ما تبين به أنها غير حامل.
وأما كون منقطعة الحدث استبرى عن السلام حتى يتبين عدم حملها، فلأنه لا يمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك إدراحي، بل المفروض أنه منقطع العارض أو أنها ضايا. وأما من قد بلغت سن الأياس من المحيض فقد صار حملها مأيوسا كحيضها ولا اعتبار بالنادر. وأما كون لا استبراء على البائع فلعدم الدليل على ذلك لا بنص ولا بقياس صحيح، بل هو محض رأي، لأن علماء المذهب الهادوي الزيدي قالوا أن البائع يجب عليه أن يكف عن وطئها قبل أن يبيعها حتى تحيض ثم يبيعها، أو حتى تضع حملها ثم يبيعها. لكن قال المؤلف لا دليل عليه، إنما الأدلة الدالة على الاستبراء إنما تكون على من اشتراها أو سباها، أما من كان سيبيعها فليس عليه أي شيء، بل له حق أن يبيعها بوقته ولو قد وضعها، لأن الخطاب سيكون للمشتري، فالمشتري نقول لا يجوز لك أن تضعها حتى تعرف هل هي حامل أو حتى تعرف أنها حائض. الباب السابع النفقة، تجب على الزوج للزوجة مطلقة، يجب على كل زوج أن ينفق على زوجته مطلقة، أي سواء كانت هذه الزوجة صغيرة أو كبيرة، سواء كانت صحيحة أو مريضة، سواء كانت مثل أو طيب أو على أي صفة كانت، لا فرق، كل امرأة يجب على زوجها أن ينفق عليها مطلقة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت هذه المرأة عند أهلها أو عند زوجها، وسواء كانت هذه المرأة بكرا أو ثيبا، وسواء كانت عاقلة أو مجنونة، كل واجب، اللهم إلا إذا كانت ناشزا أي متبردة عاصية فتسقط نفقة الناشز، ولا يجب على الزوج أن يعطيها شيء. إذا هي هارب من البيت بلا حجة فهي ناشز، والناشز لا نفقة لها. أما إذا طردها أو هربت لا لشيء وإنما تشهي فهذا لا تسمى، أما فتسمى ناشز، والناشز هذا في معنى العاصية لزوجها التي ليست تحت طاعته. والمطلقة رجعيا، من طلق زوجته طلاقا رجعيا فعليه نفقة الطلاق. أما إذا كان قد طلقها حالة كون الطلاق بائن فليس عليه أن ينفق عليها، والطلاق البائن قد قلنا لكم أنه ينقسم إلى قسمين، طلاق بائن بينون كبرى وهو التي قد طلقها زوجها ثلاث طلقات متخللات الرجعة، والطلاق وأما الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والبائن بينون الصغرى هو الذي يجوز له أن يتزوج بها ولكن بعقد جديد وببهر جديد إن كانت راضية، وإلا فهو خاطب من الخطاب. والطلاق البائن، هذا المرأة التي هي بائن مطلق الطلاق بائن يكون في ثلاثة أحوال، الحالة الأولى إذا طلقها طلاق رجعي وانقضت عدتها فقد أصبحت بائن منه بين الصغرى، لا يجب عليه أن ينفق عليها، وإذا أراد أن يتزوج بها
فلا تحل له إلا بعقد جديد وبمهر جديد إن كانت راضية، وإلا فقد أصبح خاطبا من الخطاب القسم الثاني من أقسام الطلاق البائن، أن تكون قد خالعته أي ردت مهره أو بعض المهر، أو أنها أبرته من المهر إذا قد كان عنده فطلقها إلى مقابل عوض، فهذه تعتد باليوم الثاني ولا يجب عليه أن ينفق عليها لأنها قد أصبحت بائن بينونة صغرى. القسم الثالث من أقسام البائن هي المرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فما يجب عليها أن تعتد أبدا لأنه قد طلقها الطلاق الشرعي قبل أن يمسها، وقد جاء في القرآن ما يدل على أنه ليس هناك عدة إذا طلقت المرأة قبل المس أي قبل الدخول بها. أما المطلقة رجعيا فيجب على الزوج أن يعطيها نفقتها، أما إذا قد كانت بائن فلا يجب عليها أن ينفق عليها ولا في عدة الوفاة، فلا نفق ولا سكرى. هذا هو مذهب الشوكاني. أما مذهب الهادوية المنصوص عليه في شرع الأزهار فهم يقولون أن المرأة المطلقة الطلاق بائن بينون الصغرى لا بد أن يسلم لها نفقتها، كذلك إذا مات الميت فعلى القسام أن يخرج نفقة العدة قبل كل شيء ثم يقسم التركة. أما عند الشوكاني فقال ليس لها سكنى وليس لها نفقة وليس لها غير الميرة، وتنفق على نفسها بالميراثها إلا أن يكونا حاملين، فالمرأة الحامل من زوجها الذي طلقها طلاق بائن أو التي مات عنها يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها، وتجب على الوالد هذك الصدرين الأولين في باب نفقة الزوجة. أما من الآن فصاعدا فهي في باب النفق على القريب، وهو قول وتجب على الوالد المؤسر لولده المعسر والعكس. هذه تسمى نفقة القريب، وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة القريب، ولكنهم اختلفوا من هو القريب الذي يجب على الإنسان أن ينفق عليه إذا كان أحدهما غني والآخر فقير. اختلف العلماء على أقوال خمسة. القول الأول قول المالكية، وهو الذي اختاره الشوكاني هاهنا، قال القريب المراد به الاب او الاب، الولد او البنت او الاب او الام، الدرجة الذي في عمود النسب من نازل او من طالع ما بش غيره. مذهب الامام مالك بن انس وهو مذهب الشوكاني أن القريب الذي يجب على الإنسان أن ينفق عليه هو الولد الغني، يجب عليه أن ينفق على أبيه وأمه الفقراء، أو الرجل الغني يجب أن ينفق على بنته أو ولده فقط وما عداه، وهو ابن الابن أو الجد أو الأقارب الآخرين أو العم أو غيره، فإنما هو العمه من باب صلة الأرحام فقط. مذهب الإمام مالك والإمام الشوكاني
أن الإنفاق من الغني للفقير إنما هو محصور في الأب على ولده أو على أبيه وأمه، درجة أولى من المضلع من طالع ودرجة أو درجة سفلى فقط. هذا مذهب المالكي وهو أضيق المذاهب في هذه المسألة، لأنه حصر الإنفاق على الأب أو على الوالد أو على الولد، الولد يعم الذكر والأنثى والوالد يعم الذكر والأنثى. هذا هو الذي اختاره الشوكاني. القول الثاني أنه الأب أو الجد أو الجدة أو فما على، والولد وولد الابن وولد البنت ما سفل، أي ليس المراد بالأب هو الأب فقط والابن فقط، بل ما تناسل وما قد كان أعلى. فيجيب في هذا المذهب الثاني على الإنسان أن ينفق على أبيه وجده وعلى جد أبيه، ويجب عليه أن ينفق على ولده وعلى ولد ولده وعلى ولد ولد ولده إلى آخره. هذا هو مذهب الإمام الشافعي وهو أوسع في هذه المسألة. القول الثالث قول الإمام أبو حنيفة، قال هو من كان بينهم محرمية أن يحرم عليه أن يتزوج بها، فعلى هذا القول الحنفي ينفق الإنسان على خالته وعمته إذا لم يكن معها أب ولا جد ولا ابن ولا ابن اب. لماذا؟ لأنه لا يحل له أن يتزوج بعمته ولا خالته. هذا قول الحنفية. القول الرابع قول الحنبلية وهو أن من بينهما توارث فينفق أحدهما على الآخر. إذا أنا غني ومعي رجل أجتمع أنا وياه عند الجد السادس أو السابع وما بشبعه رجل أقرب من العصبة مني، لا مع أولاد ولا مع أب ولا مع عم ولا عم العم ولا ابن عم ولا شيء، ما معي إلا أنا، هذا يجب علي أن أنفق عليه، لأنه لو يموت لأورث بيته وهو الآن فقير في البيت ما بش ما يأكل، يجب علي أن أنفق عليه، إلا إذا كان أحدهما كافر والآخر مسلم فلا توارث بين أهل بلتين مختلفين، والورث من الكفر من الموانع، فلا يعني يجب علي أن أنفق على من أنتسب أنا وياه إلى جد واحد إذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر. أنا مسلم وهو كافر لا يجب علي، لأنه لو مات ومعه باقي بيت ما أرثش لأني كافر، لأن من جملة العلل البانعة من الورث والكفر. هذا هو مذهب الحنبلية. المذهب الخامس مذهب الزيدية الهادوية، قالوا مثل ما قال الإمام أحمد من كان بينهما توارث فيجب على الغني أن ينفق على القريب على قريب ولو كان لا يجتمعان إلا في الجد السادس أو السابع أو العاشر إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه، لا مع أب ولا مع جد ولا ولد ولا ولد ولا عم ولا ابن عم ولا ابن عم عم العم. فنرجع إلى هذا، ما لم يكن أحدهما كافر كما قال الإمام أحمد، إلا أن الهادويين قالوا إلا إذا هو الأب كافر والولد مسلم فيجب على الولد المسلم أن ينفق على ولده على والده ولو كان كافرا، لأنه وإن كان الورث هذا متوقف على الإسلام لكن قال الله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، إذا جاءتك على أن تشرك بالله فلا تطعهما
ولكن ما تفعل؟ صاحبهما في الدنيا معروفا. استدل به علماء الهادوية على أن المسلم إذا كان معه والد كافر أو والدة كافرة فيجب عليه أن ينفق عليهما إذا كانوا فقراء وهو غني حتى ولو كانا كافرين، لأن الطاعة واجبة ما لم يأمره بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا قالوا نحن فقراء فيجب عليك أن تعطينا وتنفق علينا، فيجب عند علماء المذهب الهادوي أن الولد يعطي أمه وأبوه حتى ولو كانا كافرين. هذا هو متبرع الكلام من قوله وتجب على الوالد المؤسر، يعني الغني لولده المعسر يعني الفقير، والعكس الولد يجب عليه أن ينفق على والده إذا كان فقيرا. هذا كله في باب نفقة القريب. الآن سندخل في باب نفقة السيد على عبده. يجب على كل من معه جارية أو عبد أن ينفق عليه ويكسوه ويعالجه ويسكنه ويعمل معه كل شيء، فإذا كان عاجز فليعتقه أو يبعه. ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر قد ملك ركا أن يجيعه أو يعنيه أو لا يسكنه، لا بد أن ينفق عليه ويعالجه ويكسوه. وهذا هو معنى قوله وعلى السيد لمن يملكه يملكه من الجوار والعبيد. ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، إلا من باب صلة الرحم. مثل العم يجب على الإنسان الغني أن يصل رحمه وهو عمه وابن عمه وخاله وابن خاله وعمته وبنت عمته إلى آخره، من باب صلة الأرحام لا من باب النفقة الواجبة. فإذا قلت ما هو الفرق ما بين النفقة على القريب وبين صلة الأرحام، ما هو الفرق بين صلة الأرحام والأقارب وبين النفقة على الأقارب؟ يقول هناك واجب على الغني أن ينفق على قريبه الفقير، ويقول أيضا يجب على الغني أن يصل أرحامه، أن يصل أرحامه الأقارب الفقراء. قال العلماء الفرق بينهم أن النفقة لازمة يوميا أو شهريا أو أسبوعيا أو يعني أي مدة كان يجب أن ينفق على الذي يجب أن ينفق على أبيه أو ابنه، يدي نفقته كل يوم بيومه أو كل أسبوع بأسبوعه أو كل شهر بشهره أو كل 40 يوم بـ40 يوم. هذا هو النفقة على القريب. أما صلة الأرحام فهي ليست يومية ولا شهرية ولا أسبوعية، وإنما هي في المناسبة، إذا شيء أيام الأعياد يصل رحمه، أيام رمضان يصل رحمه، أيام الأعراس أو غيره، هذه أيام النكبة إذا حصلت نكبة فيصلهم. هذا من أحد الفروق ما بين صلة الأرحام وبين نفقة الأقارب. هناك فرق آخر، أن نفقة القريب واجبة شرعا أي قضاء وديانة. فالرجل إذا كان معه أب أو ولد فقير أو أم فقيرة نقول يجب عليك أن تنفق عليهم ديانة، أي فيما بينك وبين الله
واجب عليك أن تنفق عليهم، وإذا لم تنفق عليهم من ناحية الضمير ومن ناحية الدين فهو واجب عليك شرعا وقضاء، أي للمرأة هذه الفقيرة أو للرجل الفقير أن يذهب إلى القاضي الشرعي المتولي القضاء في المنطقة فيقول أنا فقير وابني غني وهو إلى الآن لم ينفق على أبيه ولا على أمه، فللقاضي الشرعي أن يضربه ويلزمه، يلزمه بأن ينفق على أبيه وأمه ويكتب هذا فرض شرعي على الولد فلان ابن فلان لأبيه وأمه وهو فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، والمفروض له في رأس الشهر عبارة عن قدحات أو نصف قدحات يعني مع 100 ريال أو 1000 ريال أو 500 ريال أو كم ما كان بحسب الحال وبمقتضى الظروف، بخلاف صلة الأرحام فلا يحق للمحكمة أن تتدخل فيما بين الرجل وبين أقاربه، فإذا جاءت امرأة من النساء التي تقرب للشخص الغني وقالت هذا هو ابن عمي ولا أعرف أنه يصل رحمه ولا يرسل لي لا بمناسبة العيد ولا بمناسبة رمضان ولا يبدي علي ولا يزورني بأي زيارة، هذا يسمى صلة الأرحام، ليس للقاضي الشرعي أن يضربه إليه ويكتب المفروض على فلان بن فلان لفلان بنت فلان قريبة أن يصل رحمه، وذلك بأن يسلم لها 500 ريال في أيام عيد الفطر و500 ريال في أيام عيد الأضحى أو 500 ريال في أيام رمضان، لأن صلة الأرحام واجبة، ليس للمحكمة أن تتدخل في باب النفع في باب صلة الأرحام، إنما لها حق أن تتدخل في باب النفق فقط، أما في باب صلة الأرحام فإنما يرشده الناس الأقارب والجيران والأصدقاء والأصحاب، هم الذي يعظوا ويقولوا اتق الله صل رحمتك، فقد ورد أحاديث كثيرة في تحريم قطيعة الأرحام ووردت أحاديث كثيرة في الترغيب في صلة الأرحام إلى آخره، هذا الذي يلزم، أما أنها تذهب إلى القاضي الشرعي فتشكوه فيفرض عليها فرض فلا، ولهذا قلت لكم أن نفقة القريب تجب قضاء وديانة، أي فيما بين الرجل وبين خالقه أو بين الرجل والقاضي الشرعي، فلو حق أن يشكو وللقاضي حق أن يتدخل فيأمر ويفرض، أما نفقة القريب فهي ديانة فقط وليست قضاء، أي إنما يقول له اتق الله صل رحمك لا تقطع رحمك، ولا يحق للمحكمة أن تتدخل أبدا. فالفرق ما بين صلة الأرحام والأقارب أن صلة الأرحام مستمرة دائما، وصلة الأرحام لا تكون إلا عند المناسبة. الفرق الأول أن للمحكمة الشرعية أن تتدخل في باب النفقة وليس لها حق أن تتدخل في باب صلة الأرحام، وهذا هو معنى قوله ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكنه، لأن المراد بالنفقة هنا ليست المراد بها الأكل والشرب، ولكن المراد بها النفقة مع الكسوة مع السكنة، فإذا قيل هذا الرجل يجب عليه أن ينفق على والده فليس المراد هو أن يعطيه الأكل والشرب، بل المراد أن يعطيه الأكل والشرب والكسوة والسكنة الذي يسكن فيه، المراد بالنفقة هاهنا
ليست هي الأكل والشرب، وإنما المراد بها الأكل أو الشرب أو السكنى أو العلاج أو أي شيء أو الكسوة أو أي شيء يضطر الإنسان إليه. فإذا قيل للرجل انفق على والدك فليس المراد أنك تغطي وتعشيه، ولكن تجعله يبقى في الشارع في العراء ليس له مسكن أو ليس له كسوة إنما عاري. فالمراد انفق على أبوك على أبيك، المراد به أعطيه ما يحتاج إليه من الأكل والشرب أو السكنى أو الكسوة. فالنفقة ليست محصورة على الغداء والعشاء، وإنما هي عامة لكل شيء. أقول أما وجوبها على الزوج للزوجة فلا أعرف في ذلك خلافا، وقد أوجبها القرآن الكريم، قال الله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم، وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموضعي في تفسيرها المسمى ببدر التمام في الآيات والأحكام، ولحديث إذني صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف. قالت هند بنت عتبة ابن ربيعة بعد ما أسلمت وهي زوجة أبو سفيان صخر بن حرب بعدما أسلم، يا رسول الله إن أبا سفيان يعني زوجها رجل صحيح، أي بخل هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف. قالت هند بنت عتبة ابن ربيعة بعد ما أسلمت وهي زوجة أبو سفيان صخر بن حرب بعدما أسلم، يا رسول الله إن أبا سفيان يعني زوجها رجل صحيح، أي بخيل، لا يعطي لي نفقتي ولا نفقة أطفالي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، أي لا تفردي بالشيء الزائد، المراد بالمعروف يعني بقدر الحاجة وليس فلا تزيدي على الحاجة. وفي الصحيح وغيرهما، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن حق الزوجة على الزوج وأن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، وهو عند أهل السنن وغيرهم. وأما وجوبها للمطلقة رجعيا فلأن النص من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن النص قد ورد أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا حق أن تطالبه بالنفقة، لأنه لما قد كان له الحق أن يراجعها وهو أحق بها من نفسها فيجب عليه أن ينفق عليها. وأما وجوبها للمطلقة رجعيا فلحديث فاطمة بنت قيس أنه قال لها صلى الله عليه وآله وسلم إنما النفق والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. أخرجه أحمد والنسائي. وفي لفظ لأحمد فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفق ولا سكنى. وفي إسناده مجاهد بن سعيد وقد تبع وعل بالوقف، ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسنة. إذا جاء الحديث من طريق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الحديث نفسه من طريقة أخرى موقوفة على الصحابي فنعمل بالرواية التي رفعتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزايد هو المعمول به، ومن حفظ الرفع حج على من لم يحفظ، وقد أثبت لها القرآن السكنى. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فهذا دليل صريح صحيح وارد في القرآن
القطعي على أنه يجب عليه أن يأتي لها بكرة المحل الذي تجلس فيه ويأتي لها بالنفقة، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة مع السكنة. ويعيد قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وقوله تعالى في آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هو الأمر الذي ربما يحدثه؟ وهي المراجعة. أما المطلق الطلاق بائن فليس هناك أمر آخر، وليس لها أي حق أن ترجع إليه، وليس له حق أن يرجع إليها، وهو الرجعة، وكان ذلك في الرجعية. وأما البائن فلا نفقة لها ولا سكنة، لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المطلقة ثلاثا قال لا نفقة لها ولا سكنة. وفي الصحيحين وغيرهما عنها أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنة. وقد صح حديثها بلا نزاع، وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. ولهذا قال المؤلف في البتريب قال أن المطلق الطلاق بائن ليس لها نفقة اللهم إلا إذا كانت حاملا، والدليل عليه قوله في الحديث لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث، وقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. وقد قالت فاطمة حين بلغ ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث. وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنة للبائنة أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم، وحكى في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية والقاسم، وهذا هو الذي رجحه الشوكاني في جميع مؤلفاته. وذهب الجمهور إلى أنه لا نفق لها ولاها السكنة لقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية. وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل كوفة والناصر والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنة. وأما عدم وجوبها لمن في عدة الوفاة فلعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل، ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة، والمتوفى عنها لا رجعة لها لأنه قد انتقل إلى رحمة الله. ويعيد أيضا تعليل الآية المتقدمة لقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهي المراجعة، الأمر الذي سيحدث والمراجعة. وأما من كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كانت هذه المرأة قد توفي عنها زوجها فليس هناك أي أمر، وهو الرجعة، ولم يبقى في عدة الوفاة ذلك الأمر. ويفيد أيضا مفهوم الشرط في قوله وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فقوله وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن مفهوم، أما إذا لم يكن ذات حمل فلا يجب عليكم أن تنفقوا عليهن لأنه من باب المفهوم المنظوم. وهي أيضا تدل على وجوب النفقة للحامل سواء كانت في عدة الرجعي أو البائن أو الوفاة. وكذلك يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. وقد روى البيهقي عن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها
قال ابن حجر ورجال ثقات، لكن قال بيهقي المحفوظ وقفه، ولو سحر رفعه لكان نصا في محل النزاع. وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة بما تقدم في وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه، فإن ذاك في دنا إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي عدة، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة من باب تقييد المطلق أو تخصيص عام فلا إشكال. وأما كونها تجب للولد على والده المؤسر فلحديث هند بنت عتبة المتقدم قالت يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان لا ينفق علي ولا ينفق على ولدي النفقة اللازمة الضرورية لكونه شحيح أي بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. فيه دليل على أن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده الصغير أو الفقير، ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يموت يعني ومن يعوله. وأما وجوب نفقة الوالد على ولده المؤسر فلأن النفقة هي أقل ما يفيد، قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقولوا وبالوالدين إحسانا، وقولوا صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيم وابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وحديث إن أطيب ما أكل الرجل بكسبه وولده بكسبه فكلوا من أموالهم، أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم. ويؤيد ذلك حديث من أبر يا رسول الله قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبا. وفي الصحيح وغيرهما من حديث أبي هريرة. فهذا الحديث حديث صحيح صريح في الدلالة على وجوب نفقة الولد على والده على أبيه وأمه. وأما وجوب النفقة على السيد لمن يملكه فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وحديث فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس. وفي الصحيح وغير ما من حديث أبي ذر فيجب على كل رجل ملك جارية أن ينفق عليها، وكل رجل يملك عبدا أن ينفق عليه ويطعمه ويكسوه. وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل لحسن ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة، والرحم المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام بالصلة. وقد قال تعالى ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره يعني على الغني الغنى الشديد بقدره، وعلى الرجل الضعيف الحالة أنه ينفق على من هو واجب عليه أن ينفق عليه بحسبه. فهذا رجل تاجر غني، فقال القاضي الشرعي يقول قد ألزمت وظرف على فلان ابن فلان الغني بأن يسلم نفقة والده وكسوته، وذلك 10,000 ريال أو 12,000 أو 15,000. أما إذا كان الرجل موظف عادي أو قد كان الرجل هذا تاجر صغير أو غيره فيقرر له 3,000 أو 4,000 أو 2,000 يعني بحسب ظروفه. وأما كون من تجب نفقته تجب كسوته وسكنه فلما يستفاد من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها، إذا وجبت النفقة وجب السكن وكذا الكسوة، ويقول العلماء وكذلك العلاج الضروري يجب على الرجل أن ينفق على أبيه وأمه أو على ولده وبنته، هذا وجوبا. والمراد بالنفقة هي الأكل أو الشرب، الأكل والشرب والسكنة والكسوة وكذلك
العلاج الضروري مهما قد كان غني ووالده أو أولاده فقراء. إذا كان الولد غني وله ما وأبو متزوج إبراء أخرى أو له وله أولاد في أحدى من القرى وسكنه في بيت ذي زرعة، وبعد وفاة الوالد أخذت إبراءة الثانية تشكي وتريد البيت الذي كان الولد الوالد ساكن فيه ميراث، وتدعي أنها ملك للأب حيث وأنه كان ساكن في البيت. نرجو منكم الإفادة. هذه السؤال خارج عن الموضوع، إنما هو من باب التركة. فالمرأة تقول أن البيت هو بيت زوجها المؤرث، وأن لها حق في المطالبة في البيت ملكها وورث أولادها منه. والولد الكبير الأصلي يقول أنه مالك. هذا العبرة بالبرهان. فإذا استطاعت تبرهن أن البيت خالص للزوج فلها ولأولادها الميراث، وإذا استطاع الولد الكبير أن يبرهن ويأتي بأوراق أو شهود تدل على أن البيت هو ملك الولد أو مشترك فالعبرة بالبرهان، فليس لها من الميراث إلا من نصيب زوجها. رجل تزوج أبي بيت أهله إلى بيت أهله، ولكن حصل خلاف بين زوجته وأمه، فذهبت إلى بيت أهلها وطالبت ببيت منفرد، ومشاكلها مع أم مفتعله. ها هنا غالبا علما أن مرتبه لا يكفي إقامة بيت، فهل تعتبر إبراءته ناشز؟ هذا يظهر بعد ما ندرس القضية ونسأل الأب وحدها والزوج وحدها ونستمع إلى الشهود. هل هي البنت مؤذية؟ هل هي زوجة الولد التي تؤذي عمتها أو تقوم بأعمال استفزازية لزوجها ولوالد زوجها؟ أم هي العجوز، هي الهربة، هي المؤذية التي بتأذي بنت الناس المتزوج ببنتها؟ في بعض الأحوال المتزوج بابنها، في بعض الأحوال الأم هي الهرمة، وفي بعض الأحوال البنت هي الهرمة. فلا نستطيع أن نحكم إلا بعد ما تحكمنا، بعد ما نتوسط من يتحكم ويفوض ويدرس القضية. فإذا عرفنا أن الأم هي التي تقوم بالأعمال الاستفزازية وتؤذي زوجة ابنها فما هربت إلا برضيك، فلها النفقة، ونلزم الزوج أن ينفق على زوجتي، لأنها ما ذهبت إلا لكونها قد ضاقت من الحالة التي عليها. وإن ظهر لنا أن الأم هادئة وأن البنت هي التي تقوم بالأعمال الاستفزازية فهي ناجز، فإذا كانت ناجز فتسقط نفقتها. إذا كان للمسلم سبية جاءت من نصيبه فهل يجوز له أن يداعبها دون أن ينكحها وهو لا يريد أن ينكحها حتى تنقضي العدة؟ قل حتى تستبرع لا تسمى عدة وإنما تسوى استبراء. فالصواب حتى تستبرع بوضع الحمل أو بالحيض أو غيره لا مانع من ذلك، لكن نخشى عليه من باب سد الذريعة أنه يكون سبب في أن يدخل في المحظور. فإذا عارف من نفسه أنه لن يدخل في المحظور فلا بأس. ما العلة في تحريم
وطأ الصبي الحامل رغم أن وطأها لا يؤتي في شيء من حملها لكون الجنس قد خلق مع الرجل الأول ولا يضر الحامل من الناحية الصحية. فما هي العلة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبعث طبيبا حتى نقول من الناحية الصحية أو من الناحية غير الصحية. النبي صلى الله عليه وسلم أتى مبشرا ونبيا ومعصوما، وقد قال لنا هكذا، قال لنا هكذا خشية من أن نتسرع في الوضع. يجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول بين الرجل والمرأة حتى تضع الحمل، سواء قد كان عاد يأثر أو لا يأثر. قال هل يجوز على الزوج أن ينفق على زوجته بعد العقد؟ هل يجوز؟ الصواب هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بعد العقد وهي ما زالت عند أبيها ولم تصل إليه بعد ولم يدخل عليها بعده؟ إذا قد قالوا له اشتين زفاء أي حين ما اشتيت فيجب عليه ينفق عليها، وإنهم بيقولوهم ما قدر اشتري العرس إلا بعد العيد، ما نشتري العرس إلا بعد العضلة، ما نشتري العرس إلا بعد ما يخرج الشتاء، فهذا يعني ليس عليه نفق واجبة. أما إذا قالوا حين باذل لك بالبراءة تشيش الله حين ما اشتيت فلهم حق أن يطالبوا بالنفقة، لكن الآن قد عملوا بالعرف، في العرف الآن أن ما يفق عليها إلا بعد الدخول، في العرف الآن يستنكف يعني ويعتز الأولاد أهل البراءة أن يطالبوا بنفقة، وإلا فلو قالوا لها هكذا اشهدوا كذا بنت زوجته حاضرة أي حين ما يشتهي بنتها أي حين يشتهي زفا زفيناها ثم يطالبوا بالنفقة فلا حق أن يطالبوا. ما هو حكم الشرع في من يقرأ القرآن وينكر السن ويقول من يضمن لي أن البخاري ومسلم وأصحاب كتب الصحاح نقلوا إلينا السنة على ما وردت عنه، وهل يجوز أخذ كتب من هذا ينكر أخذ كتب من ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان ظهر لي لبي لمح، لكن لما نتم الشريعة بالضروريات بعد نقول لكم من هو لم قد بي لمح يشتي ولا عند الدكتور شاهي ويشتي لا عند نوح بن أحمد ويشتي كان ظهر لي من يشتي. قال فضيلة بعض هذا ما ينكرش السن من حيث بينكر السنة الصحيحة، وأنا قد تعالي أجي أتغطى عنده وقلت لما أدخل بيتك إلا بعد ما تكتب لي أن السنة شريعة مثل القرآن وإلا فسأرجع، لأن الناس بيستفتوني ويسألوني عنك فأخبرهم بأنك ما يتصور تنكر السنة فيقولوا أنني بين حابك. قال إن شاء الله، واعتقد أن المسألة بدا عب فقط، فلما وصلت احرمت في الباب باب البكر قلت والله لا أدخل حتى تكتب، فإذا ما كتبش أدري يخرج الآن ولا زاد السيارة منتظرة إلي. وفعلا دور اسمه برر ما لقيش، لقي كتاب فارغ وكتب في عرضه السنة دليل شرعي مثل ما القرآن، وأنا ما أنكر إلا السنة الضعيفة، أما الصحيحة فأنا أقبلها. نوح ابن أحمد ثم قال لي إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان، قلت هابك ما يشبر إلا إذا دخلتك بيتي وغلقت عليك وأخذت المسدس وقلت أكتب ما شيش أكتلك، أما وأنا تحت بيتك وأنا في بيتك وسلطتك وخطابك وأكلك وشربك فأنا يعني غير بيتها قد بيتها جارة فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قول العلماء دليل شرعي مثل القرآن، وأنا ما أنكر إلا السنة الضعيفة أما الصحيحة فأنا أقبلها. نوح ابن أحمد ثم قال لي
إلا من أخذها وقلبه مطمئن الإيمان. قلت هذا ما يشبر إلا إذا دخلتك بيتي وغلقت عليك وأخذت المسدس وقلت أكتب ماشي سكتلك. أما وأنا في بيتك وأنا في بيتك وسلطتك وخطابك وأكلك وشربك فأنا يعني فأنا غير كاره لك. وفعلا أخذت الورقة ودخلت، ومن دخل قلت ورقة في يدي هذه قلت في يدي هذه. فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قول العلماء على وجوب نفقة الوالد على ولد الفقير وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ هذا حديث أنت ومالك لأبيك هو عبارة عن مبالغة وليست حقيقة كما يتوهم بعض القبائل. يتوهم بعض العوام أنه حقيقي أنه هو ومال لأبيه، والواقع أنه مبالغة في أنه يجب علي أن يراعي أبيه وينفق عليه وليس حقيقي. أما أولا فلأن الولد حر والحر لا يبلع. ثانيا أن الشريعة قد جعلت للأب السدس من الفريضة الشرعية إذا مات ولده لو كان حقيقيا، لو كان هذا الكلام على ظاهره وعلى حقيقته لكان الولد حينما يتوفى يقول أبوه للأطفال وهو أحفاده أما أبوكم فقد توفى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أخرجوا أخرجوا ريحوا لكم، هذا الولد أبوكم هو ملكي وجميع بابعه من البيوت ومن العقارات ومن التجارة هو ملكي لأنه هو وما يملك ملكي. لكن الشريعة ما جعلت للأب إلا السدس فقط والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وللزوجة الثمن أو الربع إذا لم يكن هناك أولاد. لو كان حقيقة أنه هو وما يملك لأبيه لكان الميت حينما يتوفى تطرد زوجته ويطرد أولاده وبناته ويقول الأب أنت ومالك لأبيك فاخرجوا. ولكن الشريعة تقول ليس له إلا السدس، وأما بقية الإرث فللزوجة الثمن ولأولاده منها ولأولاده مطلقة البقية للذكر من ضحك الأنثيين. هذا دليل صحيح صريح متواتر قطعي يدل على أن المراد المبالغة في أنه يعطي والده ما يحتاج وليس المراد أنه مملوك له. فإذا قيل لكم هل حديث أنت ومالك لأبيك حديث صحيح أو لا وما معناه فقولوا حديث صحيح، أما معناه فليس على ظاهره. أما أولا فلأن الحر لا يملك، وأما ثانيا فلأن الشريعة قد جعلت للأب السدس فقط وجعلت بقية التركة للزوج ولأولادي، ولو كان حقيقة أنه ستأخذ سيأخذ الأب هذا جميع ما يملكه ولده وأن الإرث لا يكون لأحد من بعده غير أبي لأنه مملوك لأبي، في حين أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع تقول أنه ليس له إلا السدس وأن الباقي تأخذها الزوجة والثمن أو الربع ثم الباقي للورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا دليل على أن المراد المبالغة وليس المراد به حقيقة، إنما المراد به المبالغة في الطاعة وفي الإنفاق. قال بعض النساء لا يتبين حملها إلا بعد 5 أو 7 سنين وعند عندنا إبراه هكذا، فإذا طلقها زوجها وتزوجها شخص آخر وحاملت بعدها وأكل أكثر فما حكم خاص على هذا البراء؟ هل يكون الولد الأول أو للثاني أو ننظر إلى نسبة شبه الطفل ما بيش طفل؟
وباب الشبه في الشريعة لا يجوز لها أن تتزوج حتى يحكم الحاكم بأنها قد برأت. فإذا قد كان الحاكم سيحكم بالمذهب الزيدي فسيقول لها تنتظر 4 سنين، لأن أكثر الحمل عند الزيدية 4 سنين، وإن كان على مذهب من يقول سنتين سيقول سنتين، ومن كان على مذهب الشوكاني فسيقول حتى ينحملها حملها، وذلك بالتجارب وبعدم وجود الحيض وبقرار الطبيب وغيره، فيحكم الحاكم فتتزوج. أما تبقى 6 سنين فلا. هل يجوز أن نصل ابنة العم على الرغم من أنها تعتبر أجنبية وهي لنا الزواج يحرم الزواج يحق لنا الزواج منها؟ نعم، هي قريبة بالنظر إلى كونها عصبتك وبنت عمك، فإذا جاء لها زوج وما مش معها أب ولا ابن ولا أخ ولا شيء فأنت أقرب الناس إليها، فأنت الذي ستعقد لها لأنها قريبتك من ناحية النسب، ولكنها في نفس الوقت أيضا قريبة من ناحية صلة الأرحام. أما من ناحية الزواج فيحرم عليك أن تتزوج بها، وإذا أردت أن تتزوج بها وليس لها من يعقد لها فاعقد لها أنت، وعبش ابن عم في الدرجة هذه غيرك، فأقول زوجت فلان بنت فلان لكونه وليها الشرعي، لأنها ابنة عمي وأنا أقرب العصبة الذكور إليها، وقبلت عقد النكاح لأنني أجنبي بالنسبة إلى النكاح. هذا جائز، فهي قريبة من جهة غير قريبة من جهة أخرى، وقد سبق أن تكلمنا في كتاب النكاح بهذا. قال قلت أن النفقة على المعتد من الوفاة بسبب أن الزوج قد توفى، فإن كان له راتب مستمر بعد مماته فهل تجب النفقة من هذا الراتب أم لا؟ هذا الراتب نعم هو قانون التقاعد والرواتب يكون على من كان ينفق عليها الميت، فيكون لها نصيبها والأولاد الأطفال نصيبهم. نعم، قلت يا شيخ أنه لا نفق للمعتد من وما زوجها إلا تكون حاملا، فعلى من تكون أهيا على الأب أو غيره؟ مش هو الذي قلت، والمصنف قال هكذا، هو المصنف لست أنا الذي قلت، والمصنف استدل بالحديث الصحيح.